كل بنية في المنطقة هذه تحلم أن يكون عندها مورد رزق. احنا صحيح نخدمه تو مش ما نخدموش، اما ماهوش هكا المورد رزق اللي هو باش تنجم تعيش بيها ابنيه ولا ربة بيت ولا لا متاع مصروف في نهارها. عندنا العقليه هذه كلها في بنختاش، ما فماش طفله تتحمل مسؤوليه في العمر هذا، مستحيل تتحمل مسؤوليه متاع منطقه ولا تتحمل مسؤوليه متاع جهه. طفله في المنطقه هذه ما تخرجش، كانها لقيت مورد رزق تخدم هنا ما فهماش تشد الدار. فكرة المشروع بدت في 2016 عن طريق مجمع تنموي الفلاحي منزلة مقر بشراكة مع البروديفيل الجروب. بدينا في الخدمة 21 بنية، حبينا نستقل وحدنا، حلينا جدية وحدنا اللي هي مجمع تنموي نسائي هذا في 3 جان في 2018. جتني الفكرة هذه اللي قلت خلينا نعملوا مجمع تنموي نسائي تسترزق منه المرأة الريفية الموجودة في المنطقة هنا، وحسينا أن لازم هنسي هي اللي تتعامل على روحها وتعمل هيكل اللي هي تنضوي تحتها باش تنجم منظمات تتعاونها. أول بروجي بدينا في جدية تقطير أعشاب طبية وعطرية اللي كانت عندنا عليه فكرة، اللي عملنا فورماسيون في جديك، زدنا عملنا فورماسيون اخرى مع البروديفيل في الفجي، مقسمين الادوار شكون يجيب ديبلوم شكون يقطر شكون يعمل الامبلاج شكون يخرج المعارض. بعثنا البرودوي نتاعنا حتى لفرنسا وتباعت. التقطير تو ياخذ معاشره من الناس، ماذا بينا يكونوا 50 مثلا، يكون معمل ما تكونش جديه، تكون شركه كبيره. عندنا برشا افكار، عندنا برشا كفاءات في المنطقه، وماذا بينا الكفاءات هذه كلها تبقى لهنا. صحيح بعاد وما عندناش ترانسبور وبعيد على الولايات، نسالش نعرفوا بمنطقتنا ونجيبوا لها بروجيات هنا باش تسترزق منهم المراه الريفيه، وعلاش لا شبابنا البطالة كلها.